يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل معنى ذلك أن الشهداء عند الله في السماء أم هم في الأرض؟ يعني في الآخرة، أحياء عند ربهم يعني لا في الدنيا، ما هم بأحياء في الدنيا وإنما هم في الآخرة، حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا. نعم.